من لبنان. وصل للمرحلة النهائية من ستار أكاديمي بجدارة. الليلة رح نسترجع معه أحلى اللحظات اللي عاشها بالأكاديمية. من أحلى الذكريات بالأكاديمية اللي عشناها عيد الأضحى، وقت اجتمعنا كلنا عائلة واحدة وقاعدين على الطاولة عم نتعشى، فكنا كثير مبسوطين وكان نهار حلو. تاني أحلى لحظة أو ذكرى كان وقتها لعبنا بالبيض، يعني كان النهار عن جد بيضحك. أول شيء عبد الله كان معه البيض، فقال لي خلص ما حاشبك فيها، بس منه محتال نطرني هيك لبرمت راسي وخبطني على راسي، فأكيد أنا ما قبلت، لقيت كرتونة البيض ونزلت فيه 5 بيضات. وثالث مرة وقتها كان عيد ميلاد عبد الله، كانوا الأساتذة معنا وقعدوا تعشوا معنا وعملنا أنيفرسال لعبد الله كثير حلو، رقصنا على الأغاني وكثير انبسطنا، كان جو كثير حلو. هلا الطلاب كانوا غاليين وما بينتسوا، بس كان في هيك، يعني في اكسبشن على طول، في عبد الله ما بينتسى، يعني اللي عمله بالاكاديمي كان دينامو الاكاديمي مثل ما بنقول، كان على طول حاطط بهجه وفرحه بالاكاديمي، واكيد البقوه اكيد بيعزوا علي ماريا وعيسى والبقوه، بس انه ماريا هون بلبنان بضل شوفها، بس عبد الله شوي بعيد عني، بس ان شاء الله اقدر اتواصل معه وضل احكي معه. ومن الاكاديميه لمسرح البرايم. احلى اغاني غنيتها بالبرايم اول شيء غنيتي حب اللي غاب، غنيتها على البيانو، قد ما بحس فيها الغنية وبحبها، فكانت غنية بتعقد. أنا ومحمود تعال ننسى، يعني هودي ما بعرف أغاني الموسيقار من حين بركات بتأثر فيه، فبغنيهم بشكل كتير حلو. داوينا النسيان يا حبيبي، داوينا النسيان ونعيش بأمان يا حبيبي، ونعيش بأمان، داوينا النسيان ونعيش بأمان. هودي الغنيتين ما رح انساهم ابدا، لانه هن اللي برهنوا مين جان وكيف وصل للفن. شو اللي ما رح ينساه جان بحياته؟ تجربة ستار اكاديمي من احلى التجارب، يعني من كان عمري 11 سنه كنت قعدت هيك على ستار اكاديمي بقول يا ريت يا ريت في يكون محل حدا منهم بس هيك لغني وانبسط، وكان جو حلو، كانت تجربه بتعقد. والبرايم يعني المسرح ستار اكاديمي من اشهر المسارح بالعالم، يعني المحظوظ اللي بيقف على هذا المسرح. معقول الليلة جان ياخد اللقب ويحقق حلمه؟ انتو الشهود وانتو اللي بتقرروا.